مساء الخير، مساء الأفراح، مساء البطولات، مساء الإنجازات، مساء الفل على كل من ينتمي إلى النادي العظيم النادي الأهلي. برحب بحضراتكم في يوم جديد وحلقة جديدة من المحترف. الحقيقة يعني الواحد سعيد جدا جدا، مش أنا، أعتقد كل مصر فرحانة، كل جماهير النادي الأهلي سعيدة، كل من ينتمي إلى هذا الكيان العظيم. الحقيقة كان في منتهى السعادة امبارح بحصول فرقتنا على اللقب 11 أفريقيا. الحقيقة الفرحة كبيرة جدا جدا، وانتصارات النادي الأهلي على مستوى كل البطولات. الحقيقة النادي الأهلي، عايز أقول لكم النادي الأهلي السنة دي بس محقق 23 بطولة هذا الموسم، لكن أبرزها وأغلاها هي البطولة الغالية علينا جميعا، بطولة أفريقيا. الحقيقة كانت الأجواء قبل المباراة كانت أجواء صعبة جدا، لكن الفرحة اللي حضراتكم شايفينها دي هو ده حصاد التعب لمدة أكتر من سنة، وحصاد لمجهود كبير جدا وتضحيات كتيرة جدا جدا مرت على اللاعبين اللي قدام حضراتكم. الكل فرحان والكل بيرقص والكل سعيد جدا جدا بإسعاد جماهير النادي الأهلي. الحقيقة كل اللعيبة اللي موجودة اللي حضراتكم شايفينها بتعبر على كل واحد أهلاوي، بتعبر على كل واحد ينتمي إلى النادي الأهلي. كلنا كنا فرحانين امبارح. مصر الحقيقة كانت لغاية الساعة 3 صباحا الناس في الشوارع، الناس سعيدة جدا جدا بهذا الإنجاز الكبير، مبسوطة بفرقتهم، فرحانة بهذا الجيل. الحقيقة الجيل بيحقق نجاحات ولا أروع، بطولة غالية من بطولات النادي الأهلي، وزي ما بقول لحضراتكم البطولات كتيرة جدا جدا ما شاء الله. نمسك الخشب تاتش وود، بطولات النادي الأهلي مستمرة والأفراح دايما مستمرة. لكن الحقيقة كان البطولة دي يمكن على السوشيال ميديا وأنا متابع حضراتكم الناس بتتكلم، هل البطولة دي الأغلى؟ هل بطولة أبو تريكة الأغلى؟ هل بطولة الكابتن محمود الخطيب في كتوكو في سنة 82 هي الأغلى؟ الحقيقة كل البطولات غالية، وكل بطولة بيمر بيها النادي الأهلي أو بيكسبها النادي الأهلي بيكون فيها تضحيات كبيرة جدا جدا. على مستوى هذه البطولة مرينا بظروف صعبة جدا، مرينا بمنحنيات على المستوى الفني على مستوى النتائج، ولكن يبقى النادي الأهلي يعني هو الممثل الأفضل لمصر على مستوى القارة الأفريقية وعلى مستوى بلدنا. الصور اللي حضراتكم شايفينها دي وراها حاجات كتير جدا جدا. الصورة معبرة والصورة جميلة، لكن وراها صدقوني تعب كتير جدا، سواء من مجلس إدارة النادي الأهلي، سواء من اللاعبين، الأجهزة الفنية، الأجهزة الإدارية، الأجهزة الطبية. ما فيش حد بيوصل لهذه النجاحات من فراغ يا جماعة، ولا بالحظ ولا أطهر الطاهر ولا مش عارف إيه، كل ده كلام سوشيال ميديا. لكن اللي بيوصل لمنصات التتويج بهذا العدد وبهذا الرقم وبهذا الإنجاز بيكون وراه ورشة عمل قوية جدا جدا، ملتزمة جدا جدا، وراها جماهير. ولو جينا للجماهير الحقيقة، كل التحية للجماهير اللي كمان كانت حضرت مباراة امبارح، لأن واحنا بنتفرج كده على الشاشة كانت أجواء صعبة، أجواء طبعا كلنا كنا متوقعينها، ضغوط جماهيرية كبيرة جدا جدا من فريق الوداد، ولكن اللي فضل للآخر، اللي صوته كان عالي في الآخر، هو جماهير النادي الأهلي. الحقيقة كان جماهير عظيمة، كل من ينتمي إلى النادي الأهلي كان فخور بهذه الجماهير اللي راحت وسندت وأدت الحقيقة ملحمة كبيرة جدا جدا من قبل المباراة. الحقيقة جماهير كانت موجودة بشكل أكتر من رائع، سواء حتى قبل بعثتنا ما تسافر، أول ما البعثة وصلت للمغرب وكان في استقبالها عدد من الجماهير، وهي دي جماهير النادي الأهلي. الحقيقة دايما بقول اللعيبة بتتعب، اللعيبة بتضحي، لكن صدقوني جماهير النادي الأهلي هي الحائط الصد الأول، وهي فعلا يعني زي ما بتقولوا الدينامو، الفرحة والسعادة اللي حضراتكم شايفينها. الراجل هينط خلاص جوه الشاشة، والسعادة اللي بتوصل لجماهير النادي الأهلي، شايفين ردود أفعال غير طبيعية، ردود أفعال هو يعني لما هيتفرج على نفسه تاني يقول أنا عملت كده إزاي، لكن هو ده حب النادي الأهلي، حب النادي الأهلي، ومع إحراز هدف غالي جدا جدا من نجمنا محمد عبد المنعم. يعني أنا بصراحة يعني أنا سامع مصر اتهزت، والله صدقوني مصر، والصوت كان عالي جدا أول ما الجون جه، في كل أنحاء مصر كان الصوت عالي، حتى لو حد ما بيتفرجش على الماتش يقول لك الأهلي جاب جول، يعني حتى لو في ناس ما بتتفرجش
هزت القاهره، ويعني مش القاهره بس، كل مصر الحقيقه كان في انفجار من الفرحه والسعاده، اطفال كبار صغيرين، كل من ينتمي وبيحب النادي الاهلي. حضراتكم ردود الافعال ديت هي دي فرحه الفوز، يعني هي دي فرحه الفوز. ولد صغير ينتمي للنادي الاهلي، شاب متوسط العمر، راجل كبير، ست، بنت، كل الناس الحقيقه كانوا سعداء جدا جدا بهذا الانجاز. انجاز كبير يضاف لفرقتنا. النادي الاهلي بيحصد بطوله، طبعا بطوله كانت غاليه جدا، وزي ما بقول لحضراتكم بطوله صعبه، مشوارها كان صعب الحقيقه، يعني مشوار البطوله كان صعب، مرينا بظروف صعبه جدا. وزي ما بقول لحضراتكم التضحيات اللي اداها لعيبه النادي الاهلي الحقيقه ومجلس الاداره والتخطيط على المستوى الاداري على المستوى الفني. عايز اقف عند المستوى الفني لان عندنا مدرب كبير الحقيقه، عندنا مدرب كبير جدا وبيتسم بالهدوء. يعني وسط حضراتكم شفتوا المباراه، واللي كان متواجد كمان هناك في المغرب، الاجواء كانت صعبه جدا، لكن يبقى مارسيل كولر مدرب عنده امكانيات كبيره جدا جدا، يتسم بالهدوء ويتسم كمان بالتركيز، وقدر الحقيقه بتغييراته الرائعه في خلال الشوط الثاني ان هو يعني يدي اولويه للنادي الاهلي على المستوى الهجومي. ويعني عندنا مدرب كويس، عندنا ما شاء الله جماهير بالملايين، عندنا إدارة واعية. وهقف عند كمان الإدارة الحقيقة. كل الناس كانت بتتكلم ان يعني شعارات النادي الأهلي والناس بتتكلم شعارات، لا احنا ما بنتكلمش شعارات، احنا بنعمل، ولا يعني احنا بنقول وبنعمل اللي بنقوله، وده النادي الأهلي. النادي الأهلي عنده ثوابت يا جماعة على مستوى العصور، على مستوى الأجيال. الثوابت دي ما بتتغيرش. وزي ما بقول لحضراتكم مش بالكلام ولكن بالافعال. لقطات في لحظه الفرح، دايما لحظات الفرح بيظهر فيها معدن البطل. يعني في ناس بتفرح وتلاقي الدنيا هايجه وشخبطه ولخبطه، وده بينزل وده بيطلع، لا النادي الاهلي مختلف الحقيقه. لحظه الفرح ولحظه كمان الحزن بتبين هذا النظام اللي ماشي عليه النادي الاهلي منذ سنين طويله. في لقطات صغيره، لقطه زي لقطة طبعا ان كابتن محمود الخطيب بيضع حسام غالي على منصة التتويج كرئيس للبعثة. تخيل رئيس نادي بحجم الكابتن محمود الخطيب لكن بيتبع النظام، وزي ما حضراتكم شايفين الكابتن حسام غالي هو انت رئيس البعثة، انت اللي تتواجد على منصة التتويج، انت ليك الحق انك تكون متواجد، وانا كرئيس النادي من بعيد جدا بشارك الفرحة وبشارك اللاعبين وبشارك الجماهير الفرحة من بعيد. هو ده النادي الأهلي، يعني النادي الأهلي أفعال وليس أقوال. وزي ما بقول لحضراتكم لقطات معبرة جدا جدا وسط الفرحة العارمة، وسط السعادة الكبيرة جدا، ولكن يبقى النادي الأهلي النادي الأهلي، ثوابت النادي الأهلي. كمان على مستوى اللعيبة، لو اتكلمنا على مستوى اللعيبة، لقطة رائعة من محمد الشناوي وهو بيسلم ميداليته لمصطفى شوبير. الحقيقة مصطفى شوبير كمان كان ليه دور كبير جدا في هذه البطولة بأدائه الرائع في المباراة الأولى. هذه اللقطة بيندهل وبيقول له تعالى تستحق، وهو ده النادي الأهلي. وطبعا مصطفى شوبير سعيد سعادة كبيرة جدا، ولكن الحقيقة يا جماعة النادي الأهلي كمان بيدي دروس. بتبقى فرحان وسعيد ما بتنساش هذه اللقطات الحقيقه، وانا بقى دايما بقف عند هذه اللقطات لان هي ديت اللي بتعبر عن كيان النادي الاهلي. الاجيال بتروح وتيجي، ولكن زي ما بقول في ثوابت في النادي الاهلي، وكل من يتولى المسؤوليه سواء على مستوى مجلس الاداره، على مستوى الاداري، على المستوى الفني، على مستوى اللاعبين، هذه الثوابت ثوابت راسخه، وهو ده سر نجاح النادي الاهلي. والحقيقه ما تقدرش توصل لده بين يوم وليله، يعني اللعيبه دي مش بين يوم وليله، لا ده احنا اتعلمنا، وانا كنت متواجد ليا الشرف كنت متواجد في النادي الاهلي وتربيت في النادي الاهلي، هي الثوابت دي هي اللي ثابته عندنا كلنا. النهارده بعد رجوع البعثه طبعا الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه كان في استقبال بعثتنا يعني، وكل الناس سعيده على المستوى الشخصي. خلينا نتكلم كمان دي يعني فرحه مصر يا جماعه. يا جماعه احنا بنتكلم على النادي الاهلي المصري. لما بيكون في عناوين الصحف اللي هنشوفها مع حضراتكم بيتكلموا عن نادي مصري، النادي الاهلي كان بيمثل مصر، كان بيمثل نفسه، كان بيمثل افريقيا، وبالتالي كل الانجازات اللي بيحققها النادي الاهلي بيحققها اكيد لمصر، بيحققها كمان لمنظومه النادي الاهلي وجماهيره الرائعه.
كان استقبال طبعا بيرسي تاو من اللعيبه اللي يعني ما شاء الله يعني تاتش وود كده ماشي بشكل اكتر من رائع. سيد عبد الحفيظ بادارته الواعيه للاعبين وتهيئه او تاهيل المناخ المناسب للعيبه ده مهم جدا جدا، مرورا بالجهاز الفني والجهاز الطبي، كابتن سامي قمصان اللي بيقوم بدور اكتر من رائع مع مارسيل كولر كمان على المستوى التغذيه، على مستوى كل الحقيقه النادي الاهلي نادي فيري بروفيشنال على المستوى الاحترافي، كل واحد عارف شغلته بالظبط، كل واحد بيقوم بدوره بالظبط حتى على مستوى الاداره. وكمان يعني المحاسن الصدف كمان محمد صلاح ولاعيبه منتخب مصر يعني في اثناء سفرهم للمغرب لمباراه غينيا اتقابلوا مع بعثه النادي الاهلي في المطار، والحقيقه كان منظر اكتر من رائع الحقيقه. يعني كل لعيبه النادي منتخب مصر تواجدوا بيهنوا لعيبه النادي الاهلي بهذه الكاس الغاليه، تريزيجيه محمد صلاح كل اللعيبه كانوا طبعا بيهنوا لعيبه النادي الاهلي بهذا الانجاز الكبير. حضراتكم عارفين ان لعيبه النادي الاهلي كانوا ده طبعا محمد صلاح ويعني احمد ياسر ريان وبيكهام وبيسلموا طبعا على علي لطفي، وزي ما بقول لحضراتكم كانت لقطه معبره جدا، وزي ما بقول لحضراتكم لعيبه النادي الاهلي المنضمه للمنتخب منتظره بعثه المنتخب اللي وصلت الى المغرب لان شاء الله اداء المهمه الوطنيه. وهو دوت ضريبه النادي الاهلي، اللعيبه خارجه من فرحه كبيره جدا، لكن هتلاقوا لعيبه النادي الاهلي هناك في المغرب مستنيه انضمامها لصفوف المنتخب، بتقفل فرحتها تماما وبتقلع تيشيرت النادي الاهلي وبتلبس تيشيرت المنتخب المصري وبيركزوا مع منتخب مصر في خلال الفتره اللي جايه. الحقيقه يعني كان يوم سعيد جدا ويوم جميل جدا جدا علينا كلنا، و مش على مستوى مصر بس، يعني انت بتتكلم على ردود افعال كبيره جدا. احنا شفنا ردود الافعال هنا في مصر، وبقول لحضراتكم مصر لغايه الساعه 3 الصبح كانوا موجودين في الشوارع فرحانين وسعداء، لكن كمان على مستوى العالم، بتتكلم على مستوى العالم كله، و ايه ردود الافعال اللي وصلت، ومن خلال الموقعه الكبيره وفوز الكبير للنادي الاهلي في الحقيقه الفيفا بتهني النادي الاهلي وتقول الاهلي ملك الكرة القدم الافريقية. يعني البداية كده من حساب الرسمي للفيفا لكاس العالم للاندية واللي كتبت ملك كرة القدم الافريقية الاهلي يعود لكاس العالم للاندية للمرة التاسعة. ده على مستوى الفيفا وكاس العالم للاندية. كمان على مستوى الكاف قال الاهلي حسم تواجده في مونديال الاندية للمرة التاسعة، وكتب الموقع الرسمي للاتحاد الافريقي الكاف الاهلي يحجز مقعده في كاس العالم للانديه 2023. واضاف الكاف ان الاهلي حسم تواجده في كاس العالم للانديه للمره التاسعه في تاريخه بعد الفوز يعني على الوداد بنتيجه 3-2 في المباراتين مجموع المباراتين والفوز بالكاس الغاليه. كمان موندو ديبورتيفو زي ما بقول لحضراتكم اصداء عالميه، موندو ديبورتيفو قالت ان النادي الاهلي يفوز بدوري الابطال للمره 11 في تاريخه. دي صحيفه اسبانيه وكتبت هذه الصحيفه الاهلي يفوز بدوري ابطال افريقيا للمره 11 في تاريخه ليصبح سادس فريق يتاهل لمونديال الانديه 2023. جريدة أخرى ريكورد دي قالت إن النادي الأهلي بيحصد رقم 11، النجمة رقم 11، دي صحيفة برتغالية ويعني أشادت بمجهودات النادي الأهلي وإنجازات النادي الأهلي، وكتبت إن النادي الأهلي حقق لقبه 11، مشيرا إنه ده الأربع ألقاب للفريق الأحمر جاءت تحت القيادة الفنية للبرتغالي مانويل جوزيه. وحقق النادي الاهلي القابه الثالث الى السادس في عهد مانويل جوزيه خلال اعوام 2001 2005 2006 و2008، وخسر معاه نهائي 2007 ضد طبعا فريق النجم الساحلي التونسي. تلغراف قالت الاهلي انتقم من الوداد، ودي صحيفه هولنديه تلغراف الهولنديه قال إن النادي الأهلي انتقم من الوداد الذي تفوق عليه في نهائي النسخة الماضية من دوري أبطال أفريقيا. ساوث أفريكان طبعا جنوب أفريقيا وصحف طبعا جنوب أفريقيا وبيرسي تاو بيقولوا بيرسي تاو يصنع التاريخ في النادي الأهلي في دوري الأبطال
والصحيفة جنوب أفريقيا قالت بمواطنة بيرسي تاو نجم النادي الأهلي قائلة بيرسي تاو يصنع تاريخا مع النادي الأهلي في دوري الأبطال. الصحيفة كتبت فوز الأهلي كان معناه أن اللاعب بيرسي تاو بات اللاعب الأول في تاريخ جنوب أفريقيا الذي يفوز بدوري أبطال أفريقيا مرتين. طبعا بيرسي تاو حقق لقبه الأول في دوري الأبطال مع طبعا سان داونز في نسخة 2016 على حساب نادي الزمالك المصري. طيب نقول إن احنا تاني فخورين بالنادي الأهلي وفخورين جدا جدا بما قدمه النادي الأهلي، ودايما ده مخلي الدنيا كلها بتبص علينا الحقيقة، وبنقول إن النادي الأهلي فريق فعلا فريق عظيم، ودايما النادي الأهلي متواجد ما بين كبار العالم، ودوت مش من دلوقتي، ده يمكن خلال بان أو خلال السنوات الأخيرة، وإن النادي الأهلي دايما بيحمل علم مصر خفاق الحقيقة على مستوى المستوى الأفريقي وعلى المستوى والمحافل العالمية. زي ما بقول لحضراتكم النهاردة لينا كلام كتير جدا جدا، وفي حلقتنا النهاردة كمان اتكلمنا عن بطل من أبطال أفريقيا أو البطل الأوحد في أفريقيا هو النادي الأهلي، وحصول على 11 لقب أفريقيا ومنتظرين ال 12، وعندنا بطولات يا جماعة لسه جاية. يعني النادي الأهلي إن شاء الله راحة كده خفيفة ما عدا اللعيبة الدولية، لكن عندنا حسم بطولة الدوري، عندنا الكاس الجديدة، عندنا كاس السوبر إن شاء الله هيكون في شهر 8، عندنا بطولات كثيرة جدا، عندنا كاس العالم للأندية إن شاء الله في السعودية في نهاية أو في منتصف شهر ديسمبر اللي جاي. الحقيقة ممكن النادي الأهلي يحقق الثمانية مش السداسية، وده المتوقع، وده الجماهير النادي الأهلي واللعيبة عارفاه الحقيقة الفترة اللي جاية. كمان هنتكلم النهاردة عن بطل أوروبا، بطل أوروبا المان سيتي وتفوقه في المباراة النهائية على الإنتر، هنتكلم عليها بالتفصيل طبعا مع نجمنا النهاردة محلل الكرة العالمية وضيفنا النهاردة في المحترف محمود شاكر. الحقيقة خلونا قبل ما نخش في الصحف العالمية نشوف بعض النقاط السريعة والأخبار السريعة اللي موجودة معانا النهاردة في المحترف. أجويرو بيكشف سر مفاجأة ميسي طبعا بالوصول أو الاتجاه إلى أمريكا. طبعا ميسي فجر قنبلة الأسبوع دوت وانتقل لنادي لفريق ميامي الأمريكي بصورة رسمية. سيرجيو أجويرو أسطورة المان سيتي طبعا والصديق المقرب ليون ميسي قال سبب قرار طبعا ليون ميسي بالانتقال لميامي ورفضه لعودة إلى برشلونة. الحقيقة أجويرو قال إن ميسي اتخذ قراره وعدم العودة لبرشلونة بسبب رغبته في عدم الانتظار. حضراتكم عارفين إن كان هو من أولويات ميسي إن هو يروح لبرشلونة، ولكن زي ما بنقول في يعني سقف كده للرواتب محطوطة هناك في برشلونة، وكان في بعض المشاكل المالية، وبالتالي أجويرو بيقول إن ميسي رفض إن هو ينتظر لحل هذه المشكلة، ويعني عدم الإصابة بالتوتر بشأن ما يحدث في اللحظات الأخيرة. وعلى لسان أجويرو بيقول أنه يجب دعمه، أنا سعيد لأنني أعيش في ميامي وسأكون هناك في انتظاره في الفترة الجاية. طبعا أجويرو من يعني الأصدقاء المقربين جدا جدا لميسي. أوضح كمان أجويرو قال النصيحة الوحيدة اللي أقولها لميسي هي أنه يستمتع يعيش الحياة كما يريد الآن. يعني وأضاف طبعا مهاجم برشلونة السابق وقال إن البقاء لسنوات عديدة على القمة وعلى المستوى اللي لعب فيه ميسي كل عام شيء صعب جدا الحفاظ عليه، وأعتقد إن ميسي الآن اتخذ قرار بالاسترخاء مع أسرته. اختتم كمان أجويرو وقال بالطبع كان من الجميل أن يكون ميسي في برشلونة ليعتزل بأفضل طريقة زي ما عمل بوسكيتس وتشافي وانيستا وجوردي ألبا والعديد طبعا من النجوم اللي يمكن أعلنوا اعتزالهم في برشلونة، لكن زي ما بقول هو ميسي اختار إلى حد ما طبعا يعني الجزء الأفضل لأسرته، وعلى مستوى الفلوس والرواتب هو بياخد هناك مبالغ كبيرة جدا جدا، ويعني ميسي كان منتظر حل للعودة لبرشلونة ولكن تأجيل القرار سرع بانتقاله إلى ميامي. طيب الحقيقة بيسألون من جارديولا طبعا البيب بعد التصريحات اللي أطلقها مدرب سيتي بعد الفوز بنهائي دوري أبطال أوروبا، بيب جارديولا قال كن حذرا، ده بيتكلم على ريال مدريد بيقول له خلي بالك نحن على بعد 13 لقب منك في دوري أبطال، نحن في طريق إذا نمت قليلا
فنرحب بك. جوارديولا بيتكلم على المان سيتي لاول مره في تاريخه بدوري الابطال، يعني هو مازحا كان بيتكلم كده، بيتكلم على ريال مدريد طبعا صاحب ال 13 لقب، وقال له خلي بالك احنا فزنا باول لقب، احنا على بعد 12 لقب ما بيني وبينك، فخلي بالك لو نمت هنلحقك. وكانت دعابه ظريفه جدا، لكن طبعا لاعبي ريال مدريد يسخروا من هذه يعني التصريحات، وطبعا زي ما بقول لحضراتكم كانت تصريحات في نطاق الدعابه. يعني أشارت الشبكة الأسبانية إن لاعبي المرينجي انفجروا بالضحك من الكلمات اللي قالها جارديولا، وقال التعليق الأبرز من أحد اللاعبين اللي كتب إذا كان جارديولا يفكر بالفعل في ذلك فإنه يستحق ما وصل إليه، يعني ما بين قوسين كده من الهوس بريال مدريد واعتباره عقدته في دوري الأبطال. عندنا خبر كمان ولا عندنا فاصل؟ طيب يعني عندنا كمان خبر من ليفربول بعد ليستر يستهدف، طبعا ليفربول يستهدف ضم 3 لاعبين، ويسعى ليفربول للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الميركاتو الصيفي القادم لإعادة بناء صفوفه عقب طبعا او بعد الفشل في التأهل لدوري الأبطال بالموسم المقبل. ليفربول اعلن منذ ايام رسميا عن انتقال الأرجنتيني أليكس ماك ليستر لاعب وسط برايتون، وكتب رومانو طبعا خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في اوروبا عبر حسابه على تويتر، يعمل ليفربول الان على حسم صفقتين جديدتين في خط الوسط الى جانب طبعا ماك اليستر. اضاف خبير الانتقالات في اوروبا هناك ايضا نيه واضحه لدى الجهاز الفني لليفربول بقياده طبعا يورجن كلوب بالتعاقد مع قلب دفاع جديد هذا الصيف، طبعا على مستوى وسط الملعب، على مستوى خط الدفاع. طبعا ليفربول عايز لعيب من الطراز الكبير طبعا لتعويض ما فاته الموسم الماضي. عناوين الصحف العالميه قالت ايه في المحترف، نشوف مع حضراتكم. يلا بينا نبدا جولتنا في لاجازيتا دي سبورت الايطاليه اللي ركزت على انتر ميلان الحقيقه، وكتبت انتر يشكل فريق عملاق طبعا بعد الهزيمه من مان سيتي، والانتر قدم اداء اكثر من رائع. اهتمت الصحيفه كمان باهتمام نادي ميلان بالتعاقد مع تورام طبعا لاعب نيس الفرنسي، واللي اكد بعض التقارير باهتمام ليفربول بنفس اللاعب. كوريرا ديل سبورت الايطاليه ركزت على طبعا نجاح المخضرم رانييري في عوده نادي كالياري الى الدوري الايطالي، وكتبت يعني حفله حمراء، واكدت الصحيفه ان انتر ميلان لا ينوي التخلي عن لوكاكو في الفتره القادمه، واللي اشارت بعد بعض التقارير باهتمام الانديه السعوديه بلوكاكو. نروح لالمانيا، وصحيفه بيلد الالمانيه اهتمت اهتمام خاص طبعا بستاديو ماني، وكتبت العديد من الفرق تبدي اهتماما بساديو ماني. صحيفه موندو ديبورتيفو اكدت ان برشلونه لن يتعاقد مع كاراسكو لاعب اتلتيكو مدريد الا في حال رحيل فيران توريس. صحيفه ديلي تيليجراف الانجليزيه سلطت الضوء الحقيقه على المكاسب الماليه لنادي مانشستر سيتي بعد التتويج بدوري ابطال اوروبا، وكتبت مكاسب ثلاثيه للسيتي ب 300 مليون استرليني. كمان اهتمت بتصريحات رودري اللي طلب خلالها النادي باستغلال الموسم التاريخي نحو انطلاق احتكار الالقاب الاوروبيه وجذب افضل اللاعبين في العالم. عندنا فاصل سريع، بعد الفاصل معانا نجمنا محمود شاكر هيكون ضيفنا النهارده في المحترف عشان نتكلم عن النادي الاهلي وانجازات النادي الاهلي، ونتكلم كمان على دوري الابطال. خليكم معانا في المحترف. الاهلي اعظم نادي في الكون، اهلا بحضراتكم مره ثانيه. خلينا نرحب بنجمنا النهارده، نجم تحليل الكره العالميه، نجمنا محمود شاكر اللي هينورنا النهارده في المحترف، هنتكلم معاه في كل التفاصيل طبعا بدايه من تتويج النادي الاهلي بالكاس ال 11. محمود مساء الفل عليك. مساء الفل عليك يا كابتن علي، وحشني جدا جدا والله، والبرنامج وحشني، ومبروك للنادي الاهلي ومبروك لجماهير النادي الاهلي. البطوله ال 11 في تاريخ النادي الاهلي، وبيبعد بعيد قوي عن اي حد موجود، وبيفرح الناس كلها امبارح، وبيثبت ان النادي الاهلي ما حدش يقدر يعمل عليه عقده،
محدش يقدر يتجرأ على نادي الاهلي وياخد منه اكتر من بطولتين، لان دي اصلا ده اللي كان الحدث الغريب، ان ياخد بحد ياخد النادي الاهلي بطولتين، ما ينفعش تاخد منه الثالثه. أسوأ الظروف وفي أسوأ الأحوال، حتى لو النادي الأهلي ما لعبش مباراة كويسة مثلا امبارح، أو حتى لو النادي الأهلي ما عملش نتيجة كويسة في أول مباراة، ولكن يبقى هو النادي الأهلي، ما حدش يقدر يؤمن للنادي الأهلي لحد آخر دقيقة، وبرضه النادي الأهلي هياخد منه البطولة، والنادي الأهلي خد بطولة من فم الأسد. ده صحيح. من المغرب. ده صحيح، كانت مشوار البطولة أولا كان صعب شوية على النادي الأهلي في دوري المجموعات، لكن قول لي رؤيتك كده وانت بتتفرج، والاجواء اللي كانت قبل المباراه واثناء المباراه والجماهير، الضغط الجماهيري والتحكيم والظروف الصعبه، والنادي الاهلي بيخش فيه جون في الشوط الاولاني، كل الامور كانت صعبه جدا جدا وتحدي كبير جدا جدا على لعيبه النادي الاهلي. شفت ده ازاي؟ وشفت كمان بعد ما جبنا جون التعادل كمان كان النادي الاهلي قادر حتى ان يزود النتيجه ويكسب هذه المباراه يعني. طبعا يا كابتن هادي، هي مباراه اكيد لازم كانت تبقى صعبه، مفيش مباراه هتتلعب في المغرب او تونس او الجزائر مباراه نهائيه او نصف نهائي هتبقى سهل، وكان في شويه قلق قبل المباراه دي من بعد صفاره الحكم في الماتش الاولاني، ان بسبب الجون اللي دخل في النادي الاهلي في اخر 10 دقائق صعب الامور، وكان في فكره مسيطره على الناس ان بسبب الهدف ده هيبقى صعب جدا النادي الاهلي ممكن يعوض هناك، وده يمكن يكون بسبب التاريخ اللي ما بين النادي الاهلي ونادي الوداد. النادي الاهلي لعب مع الوداد مباراتين في نهائي افريقيا، المباراتين النادي الاهلي ما قدرش يحرز فيهم ولا هدف، والمباراتين النادي الاهلي اتغلب فيهم وخسر اللقب، ودي كانت المباراه الثالثه، وعارفين قوه جماهير الوداد وقوه جماهير الرجاء، ولكن قد ما ملعب الوداد صعب وصعب جدا جدا، واحنا عارفين حاجه زي كده، النادي الاهلي هو الاصعب يا كابتن هاني، النادي الاهلي هو اصعب منافس ممكن تنافسه داخل القاره سواء محليا او قاريا، النادي الاهلي هو اصعب فرقه ممكن تنافسها في اي ادوار اقصائيه، النادي الاهلي هو اصعب فرقه ممكن تفكر انك تاخد منها اي حاجه ليها علاقه بلقب، ولما تستنفر لعيبه الاهلي شخصيه النادي الاهلي، وشفنا امبارح برغم ان الشوط الاول اللي كان سيء جدا من جانب لعيبه الاهلي ومن سيء جدا من جانب الحكم والصخب الجماهيري اللي كان كبير، ولكن شخصيه النادي الاهلي بتبقى موجوده دايما وحاضره. 11 بطولة النادي الأهلي خدهم يا كابتن هاني، هتلاقي منهم أربع أو خمس بطولات كانوا صعبين جدا، والأربع خمس بطولات الصعبين جدا دول هتلاقيهم كانوا مثلا، يعني أنا بكلمك صعبين في حتة المباراة النهائية، هتلاقي مثلا ماتش الأهلي والصفاقسي 1-1، النادي الأهلي بيروح هناك يكسب 1-0 في مباراة كانت صعبة جدا خدها في آخر الدقايق، مباراة النادي الأهلي وسنة مثلا ومع النادي الترجي التونسي تعادلنا هنا 1-1 وكسبنا هناك مع كابتن حسام بدري 2-1، فدايما الماتشات اللي النادي الأهلي اول ما المنافس، وبرضه النادي الوداد كان حاسس بشويه كده كبر، كان في شويه تعالي، كان في شويه غرور من المباراه الاولانيه، وعاوز اقول لك على حاجه يا كابتن هاني، انا كنت في الاستاديو يوم المباراه، اول يا كابتن هاني ما لعيبه الوداد بعد صفاره الحكم بداوا يهيصوا ويتنططوا ويفرحوا، انا على طول جه في دماغي السيناريو بتاع مباراه صفاقسي ومباراه الترجي بالظبط يا كابتن هاني، انا كنت في الماتشين برضه كنت في الاستاد، فالسيناريو ده ان انت اوعى تفكر ان النادي الاهلي ممكن يسيب لك المباراه، ولكن الضغط الجماهيري كان صعب جدا. الراجل اللي اشتغل فاندن بروك اشتغل المدير الفني بتاع نادي الوداد، اشتغل بطريقه مدرب كويس خالص، مدرب كويس جدا طبعا، وامبارح لعب مباراه كويسه، ولكن كان من قبل المباراه احنا كنا بنحذر من حاجتين، ان القوه الكبيره اللي موجوده عند نادي الوداد تتمثل في الجنبين، سواء اذا كان العملود او يحيى عطيه الله او سواء الفيرود اللي هو صامبو، لما الكور العاليه بتتلعب عليه الراجل بيبقى مميز جدا، بيقدر ياخد الكوره والسكند بول دايما لعيبه الوداد بتاخدها، حتى المشكله دي كانت حصلت في المباراه الاولانيه لما النادي الاهلي لما الوداد كان دايما بيعلق الكره لصامبو، صامبو كان دايما ينزلها للمترجي وحصل مشاكل كتيره للنادي الاهلي. هو بقى الراجل بعد ما كان بيلعب في المباراه الاولانيه 4-3-1-2 هو غيرها خالص في مباراه امبارح ولعب 4-2-3-1، نزل اونجم، اونجم هو الحلقه اللي ما كانتش موجوده في المباراه الاولانيه، نزل اونجم ودايما بقى يخلي اونجم هو اللي ماسك الخط، والعملود يا كابتن هاني انت لو كنت بتاخد بالك اول ما هو لسه كنت هقول لك هنا، بص يا كابتن هاني العملود كان اول ما نادي الوداد بيخطف، اول ما نادي الوداد بياخد الكوره كان على طول العملود بيتحرك على الناحيه اليمين، كلنا عارفين ان اقوى جبهه موجوده عند جبهات النادي الاهلي هي الجبهه الشمال اللي فيها علي معلول، فبالتالي الكلام كله بيتقال ان احنا هنلعب في ظهر علي معلول، ولكن الميزه الكبيره عند نادي الوداد في ان العملود دايما سواء ان هو انطلاقاته من على الخط
والاوفرات اللي بتلعب وبيلعب بدماغ كويس. هنا يا كابتن هاني ده اكتر التركيز الهاي كونسنتريشن، اكتر تركيز كان فيه لعب من ناحيه الوداد في طول ال 90 دقيقه. الكثافات الهجوميه بالظبط كده الكثافات. هتلاقي يا كابتن هاني دايما الحته اليمين اللي هو كان بيلعب فيها العملود وبيميل عليها ونزل، هي كانت اكتر. وخد بالك بقى يا كابتن هاني لسه بعد الجرافيك ما يخلص هحكي لك برده على حاجه ليها علاقه بالمكان ده. فهنشوف هنا ان اكتر مكان كان بيضغط منه نادي الوداد كان دايما الناحيه اليمين اللي فيها العملود وفيها ونجم. هتلاقي الناحيه الشمال مش زي ناحيه اليمين لان قوه بيرسي توف في الانطلاقات والسرعات خلت يحيى عطيه الله على طول واقف ما بياخدش ريسك. وكنا بنشوف سويتش بيحصل ما بين امين فرحان ويحيى جبران، كان يحيى جبران بيرجع مكان امين فرحان وامين فرحان ويطلع بالكوره عشان يبقى في ظهر العملود لو الكوره اتقطعت. في جرافيك برده تانية يا كابتن هاني عاوز اوريه لك. هنا بص بقى ده الافريج بوزيشن، ده التمركز الموضعي او التمركز اللي كان موجود للاعيبي الوداد امبارح طول المباراه. عاوزك تبص على الناحيه اليمين اللي بكلمك عليها رقم 22، ده العملود، ده الباك رايت. بص يا كابتن هاني على طول اكتر مكان كان متواجد تقريبا باك يعني جناح، هو كان هو شغال او نجم، هو اللي بيخش او نجم هو اللي بيطلع لبره علشان ياخد علي معلول وتاني بيخش جوه عشان ياخد حسين الشحات. فهنا ابو كابتن زي ما قلت 22 ده العملود ورقم 11 ده ونجم. فدايما هتلاقي حتى 25 ده كابتن اللي هو امين فرحان اللي بقول لك عليه، هتلاقي امين فرحان دايما ويحيى جبران مايلين ناحيه العملود مع ان الناحيه الثانيه هتلاقيها منتظمه اكتر، ولكن علشان القوه الكبيره كلها كانت موجوده من الناحيه اليمين. فيا كابتن هاني كانت قوه كبيره جدا موجوده عند العملود، ولكن كنا بنحذر قبل المباراه يا جماعه بلاش ضربات ثابته كتير خصوصا من الناحيه الشمال اللي السان داونز جاب منها هدف، اللي عفوا اللي نادي الوداد جاب منها ساوندز في المباراه الاولانيه بتاعت في المباراه الثانيه بتاعت بريتوريا. ولكن نادي الاهلي يا كابتن هاني امبارح لحد الدقيقه 25 عمل 9 فاولات مقابل 3 فاولات فقط لنادي الوداد، والتسع فاولات منهم 4 فاولات في اول 25 او 30 دقيقه الناحيه اليمين يا كابتن هاني. بالظبط ناحيتنا او ناحيه الشمال النادي الاهلي. وخلي بالك كان في كمان كورتين صعبين قوي، يمكن كورتين شالهم الشناوي اللي هي نفس الكره اللي جت جول، كانت كرة خطر جدا والشناوي قدر يتعامل معاها. لكن خلينا نتكلم، ده كان انا بتفق معاك تماما ان اول 25 دقيقه كانت لصالحهم تكتيكيا، ولكن العوده كمان بقى للمباراه انت بيخش فيك جول وبتنزل الشوط الثاني الحقيقه بيبقى فيه شكل مختلف شويه واداء مختلف للنادي الاهلي وتغييرات مارسيل كولر كمان، دي تغييرات مهمه جدا. ويمكن لاحظنا نشاط في الحاله الهجوميه للنادي الاهلي من خلال التغييرات ديت. رؤيه مارسيل كولر للمباراه انت شفتها ازاي من خلال ادارته للمباراه وكمان الثبات الانفعالي لفرقه النادي الاهلي طبعا بعد احراز حتى الهدف الاول، وكنا قريبين كمان ان احنا نسجل الهدف الثاني والثالث. شوف يا كابتن هاني النادي الاهلي يمتلك مدير فني قوي جدا 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 وهو اسمه مارسيل كولر. المدير الفني الشاطر مش اللي يحط تاكتكس بس او يحط فنيات بس ويحاول يلعب بطريقه او افكار معينه ويقعد يتفرج، الراجل دايما بيتدخل، دايما بيحل الازمات والمشاكل الموجوده. الطريقه المعروفه للنادي الاهلي اخر 3 او 4 مباريات هو التشكيل ال11 اللي ابتدى بيه امبارح، ولكن كان في مشكله، مفيش ولا لعيب في الملعب كوير، مفيش ولا لعيب في الملعب خصوصا في الخط 3 اللي في نص الملعب كوير باستثناء مروان عطيه، ومروان عطيه بسبب الضغط العالي اللي كان موجود فمفيش حد يقدر يطلعك بالكوره او على الاقل يا كابتن هاني حد يهدي الريتم. صحيح. فكان دايما النادي الاهلي في الشوط الاولاني اول ما النادي الاهلي ياخد الكوره 3-4 لمسات وبتتقطع. النادي الاهلي يجي له اوت، يجي يطلع بالاوت محمد هاني، حسين الشحات، اي حد، علي معلول، يا كابتن هاني على طول الكره كانت بتقطع. فالريتم كان سريع جدا، حتى كان في لقطتين لمارسيل كولر في الشوط الاولاني عمال يعمل اللعيبه كده بيقول لهم العبوا كوره، بس النادي الاهلي ما كانش قادر يلعب كوره. الراجل تدخل في الشوط الثاني، نزل قفشه. قفشه بصراحه كان محور من المحاور اللي غيرت شكل المباراه بطريقه يا كابتن هاني فوق الغير يعني غير المتوقعه بصراحه. الراجل كان بقاله كتير مثلا ما بيلعبش مثلا اكتر من 4 أو 5 مباريات بينزل يادي. قفشه كان متحكم في ريتم المباراه كويس جدا، هو كان الحل للاعيبي النادي الاهلي عشان يطلعوا عليه او عشان خاطر ان هو يقدر يربط التلت الدفاعي بالتلت الهجومي، كان متميز جدا. والنادي الاهلي في اخر 5 دقائق كان ممكن المباراه تخلص 4-5-1. صحيح. فشخصيه النادي الاهلي يا كابتن في ظل العوامل الصعبه اللي كانت موجوده امبارح، والحكم كان قراراته سيئه جدا. يعني لما انساش الكوره اللي كهربا راح يجيب فيها جون، واللي هو الكوره شاطها كهربا في الشوط الاولاني يا كابتن، الكوره والراجل بيصفر، يتصفر في الاول يا ما تصفرش لغايه لما الكوره تنتهي. فكانت القرارات دي مأثره على لعيبه النادي الاهلي، ولعيبه نادي الوداد حاولت تستفز لعيبه النادي الاهلي، ولكن الشوط الثاني كل حاجه اتغيرت. النادي الاهلي مسك زمام المبادره مع تراجع نادي الوداد،
وبدا النادي الاهلي يلعب كورته. واخد بالك يا كابتن الكورنر اللي جه منه الهدف هو كوره بتاعه النادي الاهلي اللي كلنا عارفينها، واحنا قلنا قبل المباراه النادي الاهلي يلعب كورته هتعرف تكسب. كوره بسيطه جدا، الكوره اتلعبت شيب لبيرسي تاو، امين فرحان قام مطلعها في الكورنر. الكوره بتاعه النادي الاهلي الطبيعي بتاع النادي الاهلي تلعب في انصاف المساحات، تلعب في الهاف سبيس. جت ضربه الجزاء، وهنا بقى اقف عند ضربه الجزاء، واقف عند مارسيل كولر، واقف عند محمد عبد المنعم، ونقف عند علي معلول، ونقف عند النادي الاهلي كله يا كابتن هاني. النادي الاهلي على الضربه الركنيه صحيح بالظبط، النادي الاهلي كل النادي كل القاره عارفه النادي الاهلي بيلعب ازاي، ما بيعرفوش يوقفوا النادي الاهلي. كل القاره عارفه ان محمد عبد المنعم بيقطع القريبه، وبرده محمد عبد المنعم بيجيبها جون. وهفكرك بالهدف اللي احرزه محمد عبد المنعم امبارح السنه اللي فاتت في دور الثمانيه. النادي الاهلي ونادي الرجاء كانوا بيلعبوا دور الثمانيه في القاهره، النادي الاهلي كسب 2-1 ودخل فيه جون برده في اخر 10 دقائق، والماتش هناك كان صعب جدا. اول 4 دقائق ديانج بيغلط ونادي الرجاء بيجيب جون بقى 1-0. كل توقع ان المباراه جه ضربه جزاء للنادي الاهلي، علي معلول ضيعها، لغايه لما جه نفس الكورنر بالظبط يا كابتن هاني، واتلعب اوفر من علي معلول، ومحمد عبد المنعم بيروح يطلع يحطه. محمد عبد المنعم بيحط جون تاني في مباراه الرجاء اللي كانت السنه دي موجوده هنا في القاهره. محمد عبد المنعم ابتدى بطوله افريقيا بهدف من صناعه علي معلول في الاتحاد المنستيري. صحيح. فدي كلها انت تدل على شيء، تدل على تريد مارك النادي الاهلي، تدل على ان في راجل مدير فني قوي جدا عارف بره هو بيعمل ايه. وحاجه تانية الناس مش واخده بالها منها، كل سنه يا كابتن هاني في الفتره دي بنقعد كده كلنا نقعد نقول النادي الاهلي بيعاني من غيابات، النادي الاهلي بيعاني من اصابات، النادي الاهلي بيعاني من اجهاد كبير جدا. ولكن لما الراجل بيشتغل وعارف كويس بيشتغل ازاي، تحليل الدي ان ايه اللي عملها بيرسي تاو اللي ما كانش السنه اللي فاتت بيكمل مباراتين ثلاثه وبيتصاب على طول، النهارده ما شاء الله لاعب السيزون كله ما فيش اي مشاكل، واحد زي قفشه امبارح، عمرو السوليه امبارح بينزل لك يا كابتن هاني، الناس دي نازله فت والناس عارفه نازله هتعمل ايه. مين المسؤول عن الكلام ده؟ المسؤول عنه المدير الفني. مين غير المدير الفني؟ اللعيبه المتمرسه على البطولات، المتمرسه على البطولات. عاوز اقول لك ان محمد الشناوي لاعب 6 نهائيات يا كابتن هاني، لكن تخيل 2017 2018 2020 2021 2022 2023 محمد شناوي لعب 6. اعتقد كمان لا بص على مستوى انجازات اللعيبه في لعيبه كتير، عمرو السوليه لعب 4 نهائيات، رامي ربيعه تقريبا رامي ربيعه خامس بطوله. ولكن بكلمك على اللعيبه اللي لعبت الادوار الاقصائيه او البطولات اللي زي دي يا كابتن، ما دي بتديك ادفانتج. ما هو امبارح النادي الاهلي رجع ليه؟ عشان لعيبته كبيره، لعيبه النادي الاهلي متمرسه على الظروف اللي زي دي وشافت حاجات زي دي كتير. حاجه ثالثه مهمه جدا يا كابتن هو الجهاز المعاون لجهاز الكوره، سواء بقى معد بدني، سواء محللين اداء، سواء اجهزه استشفاء بتعرف ان انت كويس تعمل ريكفري للعيبه. فبالتالي العوامل دي كلها بتتشابك وبتدل في الاخر على النجاح، والنجاح هو ان الفريق بياخد 3 بطولات من اخر 4 بطولات قاريه معموله في القاره. فالنادي الاهلي حدث ولا حرج يا كابتن هاني. ده طبيعي، وزي ما قلت لكم يمكن النجاحات ما بتجيش من فراغ، ده سيستم وده نظام وكل واحد بيشوف بالظبط بيشتغل ازاي. وطبعا محمود اتكلم على عناصر النجاح بشكل كبير جدا، بدايه من الجماهير، مرورا بمجلس الاداره، مرورا بالجهاز الفني والطبي والبدني وكل الاجهزه اللي شغاله الحقيقه بشكل احترافي كبير جدا. وده مع خبرات اللعيبة، مع كمان روح الفانيلا الحمراء. يعني روح الفانيلا الحمراء دي يا رجالة، أو يعني أنا بتكلم بلغة اللعيبة، يعني صدقوني بتظهر في المواقف الصعبة جدا. وشفتوا قد إيه يعني الروح المعنوية الكبيرة جدا جدا اللي دخل بها النادي الأهلي المباراة وأنهى بها المباراة، كل دوت يعني ثوابت في النادي الأهلي. وإن شاء الله يعني بنبص بقى البطولات جاية كتير، وإن شاء الله بإذن الله كل التوفيق لفرقتنا. والنجاحات هنتكلم كمان على الملف اللي بنتكلم عليه دايما هنا في المحترف، وملف اللعيبه المتواجده في اوروبا، اللعيبه المصريين. النهارده معانا نجم اسمه شادي رضوان، شادي رضوان معانا انفوجراف لي، ده لاعب مصري في المانيا.
ملف مهم جدا لسه مستمرين فيه هنا في المحترف، لان الحقيقه لازم نشيل او نغير ثقافه حتى الناس اللي بتفكر في ان اللعيب اللي عنده 21 سنه ده لعيب لسه صغير ولعيب ناشئ. الموضوع ده انتهى في العالم كله الحقيقه، يعني احنا بنجيب لحضراتكم بعض النماذج للعيبه موجوده في اوروبا بشكل كبير جدا، لعيبه صغيره في السن ولكن تقدر تستفيد منها على مستوى المنتخبات، وده اللي هناقش فيه كمان محمود. مهم جدا بنشوف كل حتى التعاقدات دلوقتي على مستوى الانديه الكبيره، برشلونه عايزه تعاقد مع ولد عنده 17 سنه. شفنا نماذج كتيره جدا جدا حتى في الدوري البريمير ليج بقوته بسرعته، لكن في لعيبه صغيره موجوده لا تتعدى ال 18 19 سنه. فعايزين نشيل ثقافه الناس اللي لسه محور كلامها ان اللعيب ده عنده 18 19 سنه لسه ما عندوش خبرات او. فعايزين نتناقش انا وانت في الجزئيه دي وازاي نستغلها لتطوير منتخباتنا على مستوى الشباب وعلى مستوى المنتخب الاولمبي. وهنتكلم كمان معاك على كاس العالم طبعا يعني طالع. الارجنتين اللي انتهى يمكن اول امبارح او امبارح بفوز اورجواي بالبطوله. شايف الجزئيه دي ازاي ونغير ثقافه الناس ازاي؟ شوف يا كابتن هاني، الكوره دلوقتي بقت صناعه كبيره جدا، ولعيب الكوره لما يتاسس صح من وهو صغير ويطلع بره ومن وهو صغير بتفرق معاه بدنيا، بتفرق معاه ذهنيا، بتفرق معاه خططيا، بتفرق معاه في حاجات كتيره جدا. ويمكن اقول لك يا كابتن هاني مثلا ان طرق اللعب اللي بتتلعب مثلا في اوروبا، موضوع الضغط العالي وان انت بتفرض الريتم بتاعك 90 دقيقه وهتحاول انت تطبق افكار معينه، وان دايما بتشوف ماتشات الدوري الانجليزي والماتشات كلها في اوروبا يا كابتن هاني بيبقى الريتم فيها عالي قوي. طبعا الريتم بيبقى فيها عالي ليه؟ لان الاساس نفسه من اللعيب وهو صغير بيتعلم كويس، عنده ثقافة كروية كويسة، بياكل كويس، عارف ينام امتى، عارف امتى وقت اجازاته، كل ده يا كابتن هاني للأسف بيبقى بره أكتر من جوه، بيبقى فيه نولج كبيرة جدا وبيبقى فيه علم كبير جدا. فالكرة دلوقتي اتغيرت، فلازم اللعيب من هو صغير، أنت بتقول يا كابتن هاني برشلونة، يعني برشلونة كان ماضي مع ميسي وما شافوا إنه عنده 11 سنة، يعني هو الراجل 11 سنة، شوفوا هما فكروا فيه في إيه، نموا الراجل وكانوا بيدوا له جروس هرمون عشان يكبر عشان جسمه كان فيه مشاكل، هما كان عندهم رؤية، وشوف الراجل في الآخر بقى واحد أو هو أفضل لاعب تقريبا في تاريخ كرة القدم. فكابتن هاني لازم المنتخبات هنا تبدأ تبص على الناس اللي بره، لأن أنا عاوز أقول لك إن في قاعدة كبيرة جدا جدا يا كابتن هاني من اللعيبة المصريين اللي عايشين بره واللي إحنا ما نعرفهمش، مهما الميديا كانت بتسلط الأضواء عليهم في كل القنوات برضو في لعيبه كتيره جدا احنا ما نعرفهمش، ولو انت دورت يا كابتن هاني هتلاقي في نماذج كتير. وارجع لك اللي انت بتقولي 18 19 سنه، الناس اللي عندها 21 سنه يقول لك لسه ناشئ. كابتن هاني امبابي واخد كاس العالم وعنده 19 سنه، يعني هو عنده 19 سنه و19 سنه وبيلعب في منتخب فرنسا اللي كان فيه بيلعب فيه بوجبا، بيلعب فيه بافارد، بيلعب فيه جريزمان. يعني برضو هيقول لك ده امبابي ده امكانيات معينه وعنده قدرات معينه، لكن خلينا نتكلم كمان على القدرات يعني اللي تقدر تتطور. احنا بنتكلم على لعيبه قادره على التطوير، خلي بالكم في مراحل سنيه لو ما اشتغلتش معاها بشكل علمي شويه هو خلاص هيوصل لسقف معين ومش هيقدر يعدي هذا السقف، لكن الناس بره شغاله بشكل علمي اكتر شويه. التطور اللي حدث على سبيل المثال محمد صلاح في 2012 غير محمد صلاح في 2023، تتكلم على عمر مرموش مش هو اللي كان متواجد هنا دجلة. كان بيلعب في وادي دجله دلوقتي موجود في فرانكفورت، مع احمد حجازي مش هو اللي موجود، مش هو احمد حجازي بتاع 2012 في الاولمبياد. يعني انا بتكلم على مرحله التطوير اللي ممكن جدا يكون عندنا لعيب مميز جدا لو ما اتطورش بشكل علمي خلاص هو سقف وصل هيبقى عنده 27 28 سنه وبيأدي نفس الاداء، وعندنا امثله كثيره جدا. لكن اللعيبه الصغيره في السن زي ما بقول لحضراتكم حتى على مستوى خلي بالك المنتخبات القريبه مننا، منتخب المغرب مثلا ارسل اكتر من 12 لعيب لسته جديده من اللاعبين اول مره يخشوا المنتخب المغربي كلهم اعمارهم تتجاوز يعني من 20 ل 21 سنه. وبالتالي لازم نخلي بالنا من هذا الملف جدا جدا في الكره المصريه. ولو اتكلمنا طب بيخشوا ببطولات كبيره هيلعبوا، طب فين خبراتهم؟ معانا انفوجراف لاصغر اللاعبين اللي احرزه في الشامبيونز ليج دوري الابطال اوروبا ل 2023، نشوفه مع حضراتكم. معلش فريق الاعداد نقلنا على طول على الشامبيونز ليج والالقاب بالنسبه للمدربين الكبار اللي حصلوا على دوري الابطال. والحقيقه زي ما بقول لحضراتكم كان المان سيتي بعراقته بقوته يعني كان اول لقب ليه على مستوى دوري الابطال واللي فاز بيه على الانتر.
ومن خلال حتى الهدافين دوري الابطال شفنا هالاند، طبعا لو اتكلمنا على هالاند حدث ولا حرج، لسه سنه كمان لسه لم يتجاوز 23 سنه، لكن كمان عايزين نشوف اللعيبه الصغيره، يعني اصغر من سجل في دوري الابطال. احنا شفنا صلاح وشفنا مبابي وشفنا هالاند، لكن اللي قدام حضراتكم دوت لعيبه عندها 17 و 18 سنه، يعني دي اصغر من سجل في دوري ابطال اوروبا السنه دي في هذه النسخه في 2022. بتتكلم على ولد عنده لسه 17 سنه نوسا في كلوب بروج، بتتكلم على طبعا نيكولايس ده من المان سيتي عنده 17 سنه، بتتكلم على سيلفيا من بنفيكا عنده 18 سنه، طبعا بلينغهام اللاعب الانجليزي وطبعا اللاعب الجديد للريال مدريد عنده 19 سنه وشهرين. فبنتكلم لما تيجي نتكلم على ولد لسه عنده 17 سنه او 18 سنه، فما تقوليش الراجل ده ما عندوش خبرات، طب ازاي يلعب مباراه كبيره بيلعب في الشامبيونز ليج؟ لا، ده لازم ياخد خبرات. عندنا 17 و18 سنه لسه لغايه دلوقتي يا محمود بيلعبوا في دوري الجمهوريه. لا يعني في لعيبه عندنا عندها 17، هتقول لي الامكانيات مختلفه والظروف مختلفه، لكن هي عمليه التطوير وعمليه انك تزق اللعيب ويكون عندك ثقافه. لو انت شايف ان اللعيب ده كويس، لا لازم ياخد فرصته ويلعب، خلاص ما فيش 17 سنه ما بقاش لعيب صغير يعني. طبعا يا كابتن هاني، حتى كمان انا هاخد من كلام حضرتكم الانفوجرافيك على مثلا انت بتتكلم على محمد صلاح وعلى فينيسيوس جونيور. السؤال، لو محمد صلاح هو طلع وعنده كام سنه؟ تقريبا محمد صلاح طلع عنده 21 22 سنه بالظبط. تخيل انت محمد صلاح ده طلع وعنده 17 سنه، بالامكانيات اللي عنده بالعقليه بتاعته كان هيبقى عنده تطور بدني اكبر من كده بكتير يا كابتن هاني. محمد صلاح هو عقليه كان قابله للتطوير. فمحمد صلاح شفناه مثلا اول سنه لما راح بازل، بعد كده راح تشيلسي، بعد كده من تشيلسي راح على فيورنتينا لو تفتكر يا كابتن الجون. اصل محمد كمان انا في 2011 كان موجود معانا في الاولمبياد في 2012. لا، القوة الجسمانية والقوة الانفجارية كان عنده سرعات، السرعات دي زادت بشكل احترافي اكتر. القوة الجسمانية لا، مختلف تماما. محمد صلاح دلوقتي ما شاء الله، لو تحط صورة قبل وبعد زي ما بيعملوا كده في 2012، تطور كبير جدا جدا. ده اللي بنتكلم عليه، انك لو ما اديتش الفرصة من الولاد صغيرة انها تتطور يبقى مش هتوصل لمرحلة احترافية. طيب عملية التطوير عندنا في مصر فيها مشاكل شوية أكيد. طيب ما عندنا لعيبه كتيره في مصر، مصريين متواجدين بره في اوروبا عندهم التطوير بشكل سريع جدا، فنستفيد منهم. هي دي الفكره اللي احنا بنحاول ننقلها للاتحاد المصري لكره القدم، ان انت عندك كنوز وعندك مواهب كتيره جدا متطوره بشكل كبير هتفيدك في المنتخبات. وكان عندنا بالصدفه جه عمر مرموش بالصدفه، يعني كروش بعت له فجه والراجل بقى ادى بشكل جيد. يعني وعمر مرموش يا كابتن هاني، عمر مرموش قبل اصلا ما ينضم مع كروش ما كانش بينضم اصلا للقائمه المبدئيه الاوليه اللي فيها 40 لعيب في المنتخب الاولمبي. صح، فدي كانت علامه استفهام كبيره جدا. ولا كان حد كان بيتكلم ساعتها بيقول لك لا اصل الراجل كان بعيد ومش بعيد. عمر مرموش يا كابتن هاني من هو في الناشئين في وادي دجله، انا اللي كنت بسمعه عنه ان الراجل كان بيلعب لوحده، يعني هو كان بيلعب كل الفرق لوحده، كان عنده امكانيات، هو لسه طبعا عنده امكانيات بدنيه كان فارق عن جيله وعن الاجيال اللي بيلعب معاه في مراحل الناشئين بسبب ان هو كان قوي بدنيا. فتخيل انت بقى خدت الراجل ده صفرته بدري وعلمته الاساسيات بتاعت الكوره. نفس القصه بقى حضرتك بتتكلم على محمد صلاح، وحضرتك مرنت محمد صلاح بتتكلم على 2012 والتحول عنده. انا بقول لحضرتك يا كابتن لما كان هو في فيورنتينا وجاب جون في توتنهام في الدوري الاوروبي، بعد ما جاب الجون قلع التيشيرت، اتفرج على جسم محمد صلاح في السنه دي، واتفرج على جسم محمد صلاح مش هقول لك السنه دي والسنه اللي فاتت، من ثلاث سنين. مزبوط. شوف التحول الكبير من بعد اصابه محمد صلاح في كاس عام 2018، ما شاء الله كتفه عامل ازاي، ما شاء الله صدره، عضلات بطنه، الحاجات دي كلها يا كابتن. وخد بالك من عقليته، يعني حتى كان هو بيتكلم في احدى لقاءات التلفزيون بيقول لك مثلا انا ما اكلتش مثلا كشري بقالي سنتين، بقالي ثلاث سنين. شوف هو حارم نفسه من حاجات معينه يا كابتن هاني عشان يوصل لحاجات معينه. نفس الكلام برده عايز اقول فينيسيوس جونيور، هو فينيسيوس جونيور لو كان فضل في البرازيل يا كابتن هاني كان هيبقى النهارده احسن وينج ليفت في العالم. استحاله، هو الراجل جه من البرازيل ودوه وهو صغير في السن على ريال مدريد، لقى نفسه وسط توني كروس وانشيلوتي وبنزيما ومودريتش، الراجل اتعلم الاساسيات صح. ولكن عاوز ارجع اقول لحضرتك اتكلم على لاعبتنا احنا المصريين، لازم يا كابتن هاني اتحاد الكوره
طلع المدربين دي. انا عندي قايمه، عندي لسته بتقول ان اللعيب ده بيلعب في مكان الفلاني، اللعيب ده بيلعب في مكان الفلاني، اللعيب ده بيلعب في مكان الفلاني. طلع المدير الفني وطلع المدرب المساعد. ايه المشكله؟ مش هتبقى تكلفه كبيره. طلع خلي الناس تتفرج عليهم تشوف وتحكم. عندك قاعده بلاش يا كابتن. بلاش المدير الفني يطلع، ولا بلاش فلان يعمل تيم سكاوتنج، يعمل تيم مرتبط باتحاد الكوره. يا جماعه الناس دي شغاله علشان تتابع اللعيبه ديت واللعيبه المميزه ديت في اللي قادر على التمثيل مصر على المنتخبات الناشئين والشباب. يبقى الناس بتتواجد معاها وبتروح بتقابلها وبتتابع مدربينها وبتتابع حياتهم ازاي، لان الموضوع مش سهل. عندنا لعيب كويس، طب كلمه. في كوادر يا كابتن هاني ممكن تبص. يا كابتن هاني يعني يا كابتن هاني مع يعني مثلا واحد زي حضرتك قامه كبيره جدا في الكوره، هتعرف يا كابتن هاني لو رحت شفت لعيب هتعرف اللعيب ده ممكن امكانياته. انت عندك الخبره ولعبت في اوروبا، في كوادر يا كابتن هاني ممكن تبص. ولكن هو ما فيش يعني يا كابتن هاني خلاص، هو العين مقفوله على هنا، العين مقفوله على هنا. انت مش عاوز تاخد الريسك ان انت تبدا تسمع لبره. بص المشكله ايه؟ المشكله دلوقتي عندنا في حاجه، انا بقول لك الكلام ده على مسؤوليتي. هو دلوقتي بيجيب اللعيب الصغير ده 18 سنه ويبدا يقول لك انا شايفه مش كويس، لكن هو مش شايف ان هو نفس اللاعب دوت بعد سنتين هيكون ايه. ما هي الفكره انك بتبص لقدام. يعني في اللعيبه الصغيره ديت لما بتيجي بتقيمها، بتقيمهاش دلوقتي لا اللعيب ده مش كويس، يعني امكانياته مش كويسه. امكانياته مش كويسه علشان هو في مرحله سنيه محتاج يتطور في جزئيه عشان يبقى لعيب ممتاز، وهو عنده القابليه على هذا التطوير. في لعيبه قادر على التطوير واللعيب لا، ولكن هي رؤيه العين الخبيره اللي تقدر تقول لك اللعيب ده خلال سنتين ثلاثه هيكون كويس. فعندنا لعيبه كتيره جدا. عندنا بلال مزر اعتقد هداف الدوري الشامبيونز ليج في اوروبا، كان جه مصر واحد المعسكرات قال لك لا والله اللي عندنا احسن. طب ما ممكن يكون اللي عندك احسن دلوقتي، لكن هو بلال مع التطوير هيكون لعيب في حته تانية خالص. فعمليه استغلال او النظره للاعب ان هو هيتطور بشكل مختلف. النظره يعني. ويا كابتن هرجع هنا لمقارنه خفيفه جدا وصغيره جدا، وحضرتك سيدي العارفين في الموضوع ده. فاكر يا كابتن في فرقه حضرتك قبل ما تمسك، قبل المنتخب الاولمبي منتخب الشباب، لما كان ساعتها مع الكابتن ضياء السيد، كان مين نجم الفرقه؟ محمد ابراهيم. صحيح. وكان محمد صلاح مجرد لاعب عادي. صحيح. لدرجه يا كابتن كنت في مباراه كده بتتلعب، كان ما اعرفش مين قاعد يرقص ويقول لها محمد صلاح ضيعها، فالمعلق بيقول له حرام عليك يا محمد، حرام عليك ضيعت مجهود زميلك. هل ممكن حد يتخيل ان محمد صلاح ده اللي كان في وسط المجموعه دي، واللي ما كانش اللعيب الابرز في وسط ال11 دول، ممكن يكون كان في الرابع او الخامس نجوميه او مهاره او صيت او سبوت، ده يبقى محمد صلاح واحد من افضل ثلاث او خمس لعيبه في العالم؟ ما هي دي الفكره يا كابتن. انا ما ينفعش احكم كده وخلاص. بتكلم على بلال مزر عبد الرحمن النهارده واحد هداف تشامبيونز ليج الناشئين، تيجي النهارده تقول لي عشان ما كانش موفق في مباراه ولا اثنين ولا ثلاثه هتقول مثلا ان اللعيب ده مش كويس؟ لا، ما هو نفس القصه يا كابتن هاني زي ما بكلمك على محمد صلاح. كنا مين احنا؟ كان الراجل كان في المقاولين العرب، وراجل مره واحده راح في حته تانية خالص، وبعدين رغم ان هو ما كانش ملعب يلعب في انديه جماهيريه، ولكن كان عنده قابليه ان هو يبقى عنده ثبات انفعالي ان هو كل التعرضات دي. وبعدين يا كابتن حضرتك اشرت نقطه مهمه جدا، السكاوتنج. هو في سكاوتنج تيم في مصر يا كابتن هاني؟ دي كارثه. انا يا كابتن هاني ده السكاوتنج دي ده مجال تاني خالص وقصه كبيره جدا. ده انا بجيب اللعيب ده وبدخل على الابلكيشنز بتاعت الاحصائيات وبروح بتابع واشوف الراجل ده شاط كام شوطه من بره منطقه الجزاء، والراجل ده بيلعب كام دي، الراجل ده خد كام صراع هوائي. كل العالم الارقام والاحصائيات دي مش معموله كده. خلي بالك الدراسات اللي انت بتتكلم عليها ديت ده مهم جدا كمان. خلي بالك دلوقتي يعني زي ما بنقول العلم دخل في الكوره بشكل كبير جدا. في شركات دلوقتي متخصصه انها بتعمل مدى تطور اللعيب، يعني بتديك رسم بياني هل اللعيب ده اتطور الفتره اللي فاتت بنسبه قد ايه، وتديك حتى الرؤيه المستقبليه ده خلال السنه اللي جايه لو اتمرن بشكل معين نسبه تطوره مثلا في عمليه مثلا ضربات الراس او عمليه السرعات او الكور الانفجاريه، او بنتكلم على استخلاص الكرات على حاجات كتيره جدا العلم داخل فيها. فاحنا يعني لسه بعيد يا جماعه، صدقوني احنا لسه بعيد تماما، واحنا هنا في المحترف بس بندي بعض الرسائل ان احنا عندنا ملف مهم جدا ناس كتير جدا اشتغلت عليه. وتاني بقول السنغال اشتغلوا على هذا الملف، المغرب اشتغلت على هذا الملف. لك ان تتخيل ان منتخب العراق في الفتره اللي جايه بيستدعي 15 محترف. بتتكلم على فريق العراق اللي احنا ممكن من 10 سنين يقول لك يعني فريق لا مفيش فريق العراق محترم، لكن ما فيش محترفين. دلوقتي اكتر من 15 محترف في منتخب العراق، منتخب المغرب كله محترفين في مستويات عالية جدا. فلغاية امتى احنا هنقف عند النقطة اللي احنا واقفين عليها عند محمد صلاح وعندنا حجازي وعندنا لكن يعني العدد لا يليق ابدا باسم منتخب مصر او باسم مصر الكبير.
خلينا عندنا كمان بالمناسبه ان احنا بنتكلم على يعني السن الصغيره، عندنا كمان منتخب اورجواي بيفوز بكاس العالم للشباب اللي كانت طبعا اقيمت في الارجنتين على منتخب ايطاليا. برضو دي عايز اخدك للنقطه ديت، ان واضح جدا ان الكره الايطاليه في طريقها للرجوع تاني الى المنصات والى الشكل اللي احنا تعودنا ان الكره الايطاليه تكون موجود فيها. يعني ده حقيقه يا كابتن هادي، يعني ايطاليا هي جنه كره القدم. يبقى الكره الايطاليه الاكثر جماهيريه، ليها جماهيريه كبيره جدا، سواء منتخب ايطالي سواء انديه ايطاليه. صحيح. السنه دي يا كابتن هادي بنشوف في الشامبيونز ليج في دور الثمانيه، انت بتتكلم على ثلاث فرق ايطاليه كانوا في سكه بعض، نابولي والميلان والانتر، والانتر بيروح الفاينل وبيخسر من في مباراه كانت اصعب مباراه شفتها السنه دي لمانشستر سيتي، كانت قدام الانتر. صحيح. وعارف ليه يا كابتن؟ علشان كانت قدام الانتر، مش عشان خاطر الراجل لعب صح ولا الراجل لعب غلط ولا اي حاجه، علشان دول طليان صعب جدا، مش طبعاً سهل ان انت تلعبهم حتى لو اقل امكانيات. يعني هل معنى ان الانتر خسر 1-0 طبعا ده هدف الفوز يمكن اللي شفناه كان هدف حلو قوي الحقيقه. وخلي بالكم المنتخب الايطالي ادى يعني بطوله رائعه، منتخب الاورجواي فاز بالبطوله بنتيجه 1-0، لكن كان طبعا المنتخب الايطالي الحقيقه قدم مباريات رائعه على مستوى كاس العالم اللي كانت في الارجنتين، وانتهت طبعا بحصول طبعا المنتخب الاورجواي على هذه الكاس. طبعا زي ما بقول لحضراتكم، ويمكن محمود يتكلم في نقطه مهمه جدا، عوده الكره الايطاليه تاني، بتتكلم على حتى على مستوى دوري المؤتمر، كل البطولات يا كابتن السنه دي، كل البطولات اللي في اوروبا السنه دي. احنا ابتدينا اهو بكاس العالم للشباب، اهو ايطاليا كانت في الفاينل، دوري ابطال اوروبا الانتر كان في الفاينل، دوري المؤتمرات دوري خلينا نتكلم قوي بدوري الاوروبي كان الروما، دوري المؤتمرات الاوروبيه كان فيورنتينا. هو خسروا كلهم، خدوا مركز الثاني، ولكن بس المباراه النهائيه يا كابتن هاني ارجع اخر 5 أو 6 سنين مش هتلاقي اي فريق ايطالي، باستثناء اخر مره كان موجود فريق ايطالي في النهائي كان 2016 ما بين برشلونه واليوفي، 2016 2017 عشان على ما اعتقد. فالكره الايطاليه بقى لها فتره بعيده جدا بعد ما كانت مسيطره في اوائل التسعينات او فتره التسعينات واول الالفينات. يا كابتن هاني انت بتتكلم، فاكر فرقه الميلان دي كان فيها كم لعيبه مش طبيعي. خلينا نتكلم على الكره الايطاليه، وخاصه احنا كمان هنتكلم معاك محمود على نهائي الشامبيونز ليج كان ما بين السيتي وما بين الانتر. الحقيقه كانت مباراه صعبه جدا جدا، اصعب مباريات اللي خاضها المان سيتي في مشواره في هذه البطوله. لكن خلينا نطلع لفاصل سريع، بعد الفاصل انا ومحمود هنناقش او هنتكلم مع حضراتكم في نهائي دوري الابطال ما بين الانتر والسيتي. اهلا بحضراتكم مره ثانيه في المحترف. محمود، شفت المباراه النهائيه ازاي ما بين الانتر وما بين السيتي؟ وكل التوقعات بل يعني كانت نسبه المراهنات وصلت لاكثر من 75% او 80% بفوز السيتي على الانتر، ولكن المباراة كانت مباراة صعبة جدا جدا على جارديولا وكتيبته المان سيتي. ده حقيقة كابتن هاني، قبل المباراة كل توقع ان ما دام مانشستر سيتي الفريق الأقوى اللي هو ريال مدريد قدرت انت تكسبه 4، ويعني كان ماتش من اتجاه واحد، وريال مدريد تقريبا الشوط الأولاني ما كانش شوطة واحدة، والشوط الثاني ما كانش فيه أي تواجد. وقدام الإنتر الفريق اللي بعيد جدا وبعيد جدا حتى في الدوري الإيطالي، ان مانشستر سيتي هيكسب 4 أو 5، ولكن يا كابتن الطليان زي ما قلت لك حاجة تانية، هيوصلوا النهائي والإنتر عارف ان هو مش سهل يوصل النهائي تاني. فالمباراة كانت صعبة جدا مع مدير فني قوي سيميوني إنزاجي المتمرس على البطولات، واخد سوبر واخد كاس في إيطاليا، فالراجل متمرس جدا على البطولات اللي زي دي. ولكن يا كابتن هاني، مانشستر سيتي لعب واحدة من أسوأ مباراته، زي ما كانتش أسوأ مباراة لي السنة دي طوال مسيرته في الدوري أبطال أوروبا، ولكن هو كم مرة مانشستر سيتي كان الطرف الأفضل وخسر؟ كتير جدا تقريبا، مفيش اي مشكله ان المره دي الكوره تنصفهم. صحيح. والمره اللي يبقوا هم فيها وحشين مانشستر سيتي هو اللي ياخد البطوله. حتى الاحصائيات والارقام والاستحواذ وعدد لا مش الاستحواذ والاكس جي اللي هو عدد الاهداف المتوقعه كله كان رايح ناحيه الانتر، والانتر جات له فرصه الكوره اللي غلط فيها ادرسن، وكان ممكن لو طارو مارتينيز يخلصها، ولكن يعني كان في حاله غريبه جدا لو طارو مارتينيز، وكان دي هي دايما عاداته، ممكن العب السيزون كله كويس جدا. صحيح. والعب ويا كابتن لو طارو مارتينيز عامل سيزون السنه دي خيالي، عامل واحده من افضل المواسم بتاعته،
من بعد كاس العالم كان راجع منتشي كده وعمل مباريات رائعه، ولكن هو زي ما خلص على ميسي قبل كده مع الارجنتين في كوبا امريكا والكور كتير اللي بيضيعها في كاس العالم برضه، برضه في كاس العالم حاجات غريبه، برضه بيخلص على الانتر وبالاسف بالموسم اللي كان جيد جدا ليه. مش هو بس، لوكاكو، لوكاكو في الوقت اللي بينزل فيه مكان زيكو المفروض ان، وعلى فكره برغم ان لوكاكو عمل نشاط كبير جدا، في المباراه طبعًا وكان طبعًا كان متحرك وهو مزعج وقوي، ولكن كان عنده الفينش يعني. لسه كنت انا وحضرتك بنتكلم قبل الهوا، الكره اللي اتلعبت بدماغه هو لو اي حته في دماغه هو بس لمسها، اي هو عمل ايه، هو اختار ساب كل الجون واختار ايدرسون يشوط يلعبها على بعد 3 متر من الجون بالظبط. غير الكره كمان الثانيه اللي كان دي ماركو لعبها بدماغه تردت من ايدرسون لعبها جت في رجل لوكاكو. ولكن الانتر فاجئ الكل بمباراه كانت رائعه يا كابتن هاني، سواء على المستوى الخططي او على المستوى الاداء او المستوى الثنائيات، كل الثنائيات كان بياخدها لعيبه الانتر 3 5 2 اللي بيطبقها سيميوني انزاجي. كيفن دي بروين كان تاثيره خروج او كبير. خروج مصاب في الشوط الاول كان ليه تاثير كبير على وسط الملعب طبعًا يعني طبعًا. كابتن هو دايما دي بروين بيبقى حلقه المحرك المحرك الرئيسي وافضل صانع العاب موجود في العالم دلوقتي، ولسه هنتكلم على السيتي واقول لحضرتك ليه قصه دي بروين وهالاند. فكابتن خروج دي بروين فكرني بالسيناريو بتاع مباراه تشيلسي في 2021، وحسيت ان الماتش معاه قرب والسيتي مش قادر يمسك كوره، مش قادر يطبق اسلوبه، فحسيت يا كابتن هاني ان خلاص المباراه رايحه في ناحيه الانتر. ولكن زي ما بقول لك بعضا من الانصاف، ليه دي بروين اثر؟ لان هو اكتر واحد يا كابتن هاني مع برناردو سيلفا مؤثرين طبعا في طريقه اللعب او في بناء اللعب او في افكار جوارديولا، ان مفيش حد مميز زي دي بروين. اصابته اثرت على مانشستر سيتي، فالماتش قلب يا كابتن هاني مش سمه ماتشات مانشستر سيتي اللي على طول بيمسك الكوره ودايما الفريق اللي هيكسب السيتي هيكسبه من هجمه مرتده او من غلطه، لا ما لا الماتش كان رايح جاي وكان سجال، والانتر كان الافضل، والانتر بصراحه ضيع المكسب. ولكن لو انت جيت سالت اي مشجع للانتريستا قبل المباراه هتقول له انت متوقع، يقول لك يعني انا عاوز نخسر فرق قليل. لا بس حدش كان متوقع اكثر المتفائلين اكثر المتشائمين ان المباراه تطلع بالنتيجه دي، وفي وقت يا كابتن هاني كان الانتر فيه اقرب. ولكن عاوزين نرجع لمانشستر سيتي اللي حقق الثلاثيه وكسر ثلاثيه مانشستر يونايتد، وانا للاسف مشجع لمانشستر يونايتد، فدي حاجه يعني تزعل جماهير اليونايتد ان الثلاثيه التاريخيه اللي كانت معموله بفيركسون سنه 99 سواء تشامبيونز ليج او كاس انجلترا او دوري الانجليزي اتكسرت السنه دي من جوارديولا. وارجع لجوارديولا المدير الفني الاعظم، واللي دلوقتي بقوا يصنفوه ان هو المدير الفني الاعظم في التاريخ، لانه بس مش بقى يعني هو الحقيقه كمان عند النقطه ديت وقف قال يعني يشرفني ان انا اكون متواجد على نفس المرتبه بالنسبه لطبعا أليكس فيركسون. طبعا على مستوى الاسم على مستوى النجوميه، لكن واضح جدا ان جوارديولا كمان ما فيش شك افضل مدير فني في تاريخ الكره بما اضافه لشكل الكره مختلف. كابتن هاني انت بتتكلم النهارده، الناس كانت بتتكلم اصل هو بيحتاج فلوس كتير قوي عشان يعمل فرقه، جايلك انا بقى في مرحله من المراحل يعني معايا احصائيه كده اقول لك عليها في موضوع الفلوس ده عشان تعرف ان الراجل ده مظلوم. اخر ثلاث سنين اكتر ثلاث فرق صرفوا في اوروبا مانشستر سيتي مش رقم واحد، رقم واحد تشيلسي صرف مليار 150 مليون، رقم اثنين مانشستر يونايتد 742 مليون، رقم ثلاثه مانشستر سيتي 705 مليون. فهنا ان الكوره، وبعدين هو الراجل كان عليه ضغط كبير جدا، كل الناس تتكلم فلوس فلوس، مانشستر سيتي ما يكسبش غير فلوس، جوارديولا ما يكسبش غير فلوس. ولكن انت لو بصيت يا كابتن على التاريخ بتاع الدوري الانجليزي اخر ست سنين، اخر ست سنين مانشستر سيتي واخد خمسه دوري. صحيح خمسه دوري، ده رقم كبير جدا. يمكن الانجاز ده شبيه شويه لانجاز فيركسون اول ما بدا يعمل ثوره مانشستر يونايتد وامبراطوريه مانشستر يونايتد في اوائل التسعينات، هو المدير الفني الوحيد اللي قدر ياخد عدد البطولات دي كلها. في رقم تاني مهم جدا يا كابتن هاني، ان السنه دي مانشستر سيتي وجوارديولا بيصنفوا من الفرق القليله تقريبا خمس فرق اللي كسبوا التشامبيونز ليج بدون اي هزيمه. صحيح. يعني مانشستر سيتي واعتقد بايرن ميونخ 2017، مانشستر يونايتد 99، دول اللي هم من الفرق، وتقريبا في برشلونه برضو واحده تانية خدوا البطولات دي كلها بدون ادنى هزيمه. فانت على مستوى كمان العوائد الماليه يمكن 300 مليون باوند او اعتقد 300 مليون يورو او باوند، ده طبعا حصه المان سيتي من فوزه بالبريمير ليج والاف كاب وكمان على مستوى الشامبيونز ليج، فعوائد كبيره جدا جدا. وزي انت ما بتقول الموضوع مش عمليه فلوس بس، يعني السنه دي ما صرفش يا كابتن، تشيلسي كان عمل فرقه، تشيلسي يعني منهار بشكل كبير رغم عنده ميزانيه ضخمه جدا وصرف يمكن السنه دي الراجل اللي جيت اون بيلي ده كابتن سبورتس دايركتور الجديد ده راجل يعني بيصرف بطريقه مش طبيعيه، وتشيلسي
راح جاب لامبرد، لامبرد ما كسبش ولا مباراه مع تشيلسي. لكن ارجع لحضرتك لمانشستر سيتي السنه دي، برضه الناس اللي بتنتقد جوارديولا بتقول ان هو صرف ومش صرف، انت عارف يا كابتن السنه دي هو ما جابش غير هالاند، هالاند وجايب فيليبس وجايب الفاريز من الدوري الارجنتيني تقريبا، فهو ما صرفش يعتبر حاجه، وهالاند مش جايبه فلوس كتير. يكفيني ان انا اقول لك ان هالاند ارخص من انتوني بتاع مانشستر يونايتد، هالاند ارخص من داروين نونيز، هالاند ارخص من اللعيبه دي كلها، وبص بقى ارقامه عامله ازاي. ولكن الحلقه اللي كانت مفقوده عند مانشستر سيتي يا كابتن هاني طول السنين اللي فاتت بعد اصابه اجويرو ان هو ما عندوش فيرود يترجم له افكاره، هي الحلقه المفقوده، ولا بدا يقتنع ان لازم يلعب بسترايكر صريح، لان الشادو سترايكر ما كانتش هي، او هو سياسه جاردولا كان بيلعب بشادو سترايكر دايما، ما كانش عنده 9 9، فبدا يغير الاستراتيجي ديت. انا وانت فاكرين ان حتى بدايات هالاند مع مان سيتي كانت يعني صح، ما كانش واضح قوي لغايه ما خلاص الدنيا هو حط الفرقه كلها تولفت عليه بالظبط. دي عبقريه مدير فني، ما فيش اكيد شك يعني. اكيد طبعا يا كابتن هاني، وخد بالك من نقطه، انت بتتكلم النهارده في هالاند، انت جايب افضل راس حربه موجود في العالم، ومع فريق اكتر فريق في العالم بيصنع فرص، فانت بتجيب اكتر فريق في العالم بيصنع فرص مع افضل مهاجم في العالم، فبالتالي الميكس ده هيترجم في الاخر لاهداف. ستونز، عايز اقف عند ستونز، ستونز الشكل المختلف اللي ما كانش حد يتوقعه، ان هذه الادوار اللي بيلعبها ستونز دلوقتي مع المان سيتي ادوار هجوميه ودفاعيه بشكل اكتر من رائع، ما تعرفش بيلعب في وسط الملعب ولا هو كان سيرد باك اساسي، وبيلعب دلوقتي بشكل مختلف تماما. ودي عبقريه كمان مدير فني انه بيصنع من ستونز، بيصنع منه نجم كبير جدا. انا في اعتقادي كان مان اوف ذا ماتش المباراه اللي فاتت، كان من افضل اللعيبه الموجوده، كان بيلعب تحت الفراوده بعد ما دي بروين طلع، هو اللي كان هو اللي كان قايم بدور صناعه الادوار يعني. يا كابتن هاني ستونز كان بيصنف في مدافعين مانشستر سيتي اقل مدافعين اصلا جوده وابطاهم، مره واحده الراجل دخله في وسط الملعب. انا نفسي اعرف جوارديولا بص على دي منين، بس انا قريت حاجه امبارح ان ستونز اصلا كان لعيب وسط، بعد كده بقى مساك، بعد كده رجع لتاني، بس ده كان زمان قوي، بس هو كاريره كله كان مدافع. ولكن يا كابتن ده بيرقص ويعدي، كابتن هاني ده في كوره على ال 18 قاعد يعمل كوره كده بكعبه، وهو اصلا جسمه وتشريحه الجسماني ما يقولش ان هو عنده الموبيليتي والسويتشات والترنات دي. ولكن هنا تدخل في عبقريه جوارديولا يا كابتن، وبرده قوه السكواد اللي عنده طبعا. يا كابتن هاني انت بتلعب هالاند، اللي بره احتياطي بتاع هالاند الفاريز اللي هو واخد بطل كاس العالم واللعيب اللي اي فريق في اوروبا يتمناه، انت بتتكلم ان رياض محرز اللعيب بقاله بالظبط 4 5 ماتشات حتى من نهايه الدوري، رياض محرز ما بيلعبش كتير، وبقى الاعتماد كله على برناردو سيلفا اللي عامل صراحه سيزون خيالي. رائع. الناحيه الثانيه انت بتلعب جريليش والاحتياطي بتاعه فودن، كابتن نص الملعب فيليبس اللي هو اللي في نص الملعب اللي السنه دي جابوه مانشستر سيتي لعيب جامد جدا ما بيلعبش خالص. انت بتتكلم على رودري جاب هدف رائع، رغم ان هو رودري ما لعبش مباراه كويسه، مش احسن ماتشات، ولكن جاب هدف رائع. ورودري انا بعتبره هو يعني بعد بوسكيتش يعني، او امتداد لبوسكيتش. فارجع اقول لك يا كابتن هاني، سكواد كويس، مدير فني عنده افكار بقاله سنين وسنين بيحاول يطبقها. الراجل ده احنا ما بنقولش عليه افضل مدير فني في التاريخ من واقع الخيال يا كابتن هاني، الراجل ده ما حدش في انجلترا كلها كان بيلعب الكوره دي، وكوره الاستحواذ وان الكوره تفضل على طول معاك وتخلق بس، وتفضل كل اللعيبه بتتحرك والادوار المركبه. يا كابتن هاني ال11 لعيب بيلعبوا ادوار مركبه، ده حقيقي مش ده حقيقي يعني. طبعا يعني محمود بنشكرك، شكرا جزيلا، بتنورنا وبتسعدنا دايما. انا اللي ببقى سعيد جدا متواجد معاك والله حبيبي، تنورنا دايما حبيبي يا كابتن هاني، الله يخليك. دي كانت نهايه حلقتنا النهارده، تاني الف الف مبروك لكل جماهير النادي الاهلي بال11، وان شاء الله كل التوفيق لفرقتنا النادي الاهلي العظيم في كل البطولات القادمه ان شاء الله. اشوف حضراتكم يوم الجمعه وحلقه جديده من المحترف.